اللي عندهم امر على كيفك اليوم، بس اصحاب الامر مثل هاي كلها عندكم اياهم. انا على ابو شوارب. اسياد شعر الحماس يصيبهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب ابو عدي. هذه مزور وحتى لا لا حتى مزوره. نعم علق لي على الكلام اللي يبيني. نعم لا تحاول علق على هواك. اخي ترى اقدر اجاوبك واقول لك ما جاوبك. نعم تقدر تقول ما جاوبك. اقدر اقول لك ما جاوبك. لا مو سؤالك. لفيت ألف لوفة يلا جيت على السؤال. مثل هاي الهويات ترى تلقاها بسوق مريدي، ايش كثر ما تريدها ساعدز لك واحد. نعم يجيب لك ألف واحدة مثل هذه عن صدام حسين من مدرسته. نعم شلون عمره الآن 12 سنة وده تحاكموا انتو. اذا انت تخاف من وزير الداخلية انا ما يخوف كلبي. حربي يا فخر الجزيرة عساكم سالمي بالشعر، ما هو سوالف ووزن وقافية، زيني وشيني وطولي وشي بي السني. أنا سؤال دا أسألك. أنت تلقني شو أقول؟ أنا ألقنك ولقنتك وتعلمت مني. لا أنت قلت لي وصرت أنت شنت بالجيش جندي صح، وسواك صدام حسين محامي. محكمة عراقية تنظر بجرائم دولية اختصاصها في هذا القفص، لأنه يمكنني أن أحضر. أنا راح أرغب ببيان عليا محكمة. أتكلم وياك. لا من فضلك من فضلك أنا مطالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريدها لي ولا لك ولا لأي واحد. هو أنت مرعب، أنت المرعب. أسياد شعر الحماس يصيبهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب أبو عدي. أبوك كان وكيل بالأمن. أبوك مو هو اللي مسوي عملية هنا مالفتين. أتحداك أبوك، أتحداك أمام رأي العام وظل وكيل. عيب على رجال قام وجابها الجثث تشمر بالشوارع مثل الكلاب. عيشاهم عيشاهم منين ما يكونون. ما خاف من الاعدام ولا خاف من اب ما بالكون، فتعرفوني ما حاجه اشرح تاريخي من 59 الى اليوم. فانا ادري هنالك ضغط عليك. هل عندك ايش تسالني السؤال؟ اسال المعنيين. انت كنت رئيس دولة وأكيد كل شيء تعرف. ما تعرض علي الجثث هاني مو مدير مقبرة. محكمة هذه مو محكمة، هذه محكمة قانونية، محكمة عراقية قانونية لعبة. يا حرب رجالكم بطل صوتي وشامخ كالجبل رغم الظروف القاسية. تاريخكم كله فخر وانجازكم ما ينحصر، يعني ترى بالمختصر انتم سيف المرهفات. بالنسبة لي ما يهز شعرة واحدة من راسي. الآن أمام صدام حسين رئيس جمهورية العراق، أنا رئيس جمهورية العراق بإرادة العراقيين وباقي إلى هذه اللحظة. اركض 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 للفخر عز ومهابة، من يطاول نابي يسخر ينهش احنا بالذياب. يا سيفي نصدي لك الهبة نصاب ما لك اللي قالوا. حاكم صدام حسين لأن الكويتيين قالوا أنه العراقية راح نخليها بعشر دنانير تنزل إلى الشارع، ونزل بشرف العراقي دافع عن العراق وحي الحقوق التاريخيه تجاه هذا الكلاب. اسياد شعر الحماس يصيبهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المغيب ابو عدي. عيب على رجال قام وجابها دون المقام، سلم على اللي عن مقامه كل مخلوق دراه.